أقام عدد من أعضاء مجلس الأمة مؤتمرا بعنوان الغوطة تباد فمن لها، وذلك نصرة لأهالي مدينة الغوطة في سوريا وتنديدا بالمجازر بحق المدنيين فيها والمطالبة بالتحرك العاجل لإنهائها. نحن علينا كبرلمان أن نتحرك في البرلمان العربي وفي البرلمان الدولي، علينا مسؤولية أن نتحرك للدفاع عن النساء والأطفال والمحاصرين والذين يعاملون بوحشية لم نعرف لها مثيلا كهذه الوحشية اليوم. نحن مسؤولون ونحن ننبه برلمانات العالم وشعوب العالم أن تتحرك للخروج دفاعاً عن هؤلاء المظلومين. ولأن هذه الاتفاقيات ليست لها قيمة وليست لها دور وليست لها تفعيل، ولذلك مطلوب الآن من الأمة العربية والإسلامية، مطلوب من الكويت كدولة لها دور دولي وعالمي، أن تأخذ خطوات متقدمة في هذا الشأن. لا شك إن الكويت على المستوى الإنساني متقدمة على الجميع. سمو الأمير والحكومة والشعب الكويتي والبرلمان الكويتي كلهم لهم الصدارة والمقدمة في القضية الإنسانية والخيرية، ولا مزايدة في ذلك، بل هم في المرتبة الأولى في هذا الأمر جزاهم الله خير. ومطلوب أن نعزز مثل هذا الدور، مثل ما قال أخوي من شوية دكتور عادل الدمخي. أنا أستغرب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعني ما يحدث انتهاك في شرق العالم وغربه إلا ويتحرك فورا في ملاحقة المسؤولين، ولكنه يقف أخرسا أعما أبكم أمام ما حدث ويحدث وما زال يحدث حتى هذه اللحظة في سوريا. فنسأل الله الفرج العاجل لهم، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا ويعيننا جميعا حكومات ومسؤولين وشعوب على بذل المزيد لإخواننا وأخواتنا هناك. هناك مجازر وتعتمر وصمة عار في جبين الإنسانية وإظهار لمعدن الحقيقي والوجه القبيح لهذا العالم المنافق الذي يتجرع الغصة والدموع لأجل طفلة ولأجل هرة ولأجل كلب، ولكن لا يتحرك شعرة منهم لهذه المجازر الوحشية. الذين ننظر قبل قليل في هذه الفيديوهات وعلى مرأة ونسمع العالم ولا يهتز لهم طرف، جريمة إنسانية، إبادة بشرية، مجازر وحشية، قتل، تعذيب، قصف، حرق، هتك، تشريد، تجويع للأبرياء. ماذا بقي ليتحرك العالم الدولي؟ للأسف أن أصبح اليوم لا قيمة لمواثيق الأمم المتحدة ولا قيمة لشعاراتها الإنسانية ولا قيمة للاجتماع فيها، ما دام أن هذه الأمم وهذه المواثيق وهذه الاجتماعات لا تنصر مظلوما ولا توقف ظالما عند حده، فلا خير في هذه الأمم ولا خير في اجتماعاتها. كيف لا تتحرك منظمة المؤتمر الإسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة ولا يسمى وما يسمى بالعدل الدولية التي لا يوجد فيها عدل اليوم؟ لذلك المسألة أخطر مما نتصور. المسألة أن هذا الجسد وهذا الجرح الذي ينزف هو في جسد الأمة، وأن الأمة بأسرها معرضة للخطر اليوم. أول شيء ما يتبادر للذهن تجد أن المشكلة كلها تقع في الدول الإسلامية، وهذه من الكوارث على أمة الإسلام.
تجد أن المسلمين مضطهدين في كل مكان، تجدهم في بورما مضطهدين، في أفريقيا الوسطى مضطهدين، الآن المشكلة في دولهم مضطهدين، وخير مثال على ذلك هي سوريا. سوريا هذه خير مثال على اضطهاد المسلمين في بلادهم والقتل والتشريد الذي يحدث لهم في بلادهم، بل المفارقة العجيبة أنهم مهجرين ولكن في سوريا مهجرين. سوريا في الحرب العالمية الثانية كانت قبل الأحداث هذه كانت أكثر بلد في العالم فيه مهاجرين، يستقبل مهاجرين. الآن الشعب السوري للأسف مهاجر في كل دول العالم، حتى وصل إلى أمريكا الجنوبية آثار هذه الحرب الأهلية التي شنت على الشعب السوري.